جاءت تصريحات الرئيس عقب ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في جدة، حيث شهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي وإبراز قدرة الدولتين في مجالات الاقتصادي والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري. وتم على هامش الاجتماع توقيع 20 مذكرة تفاهم بين البلدين.